زيد على الثاني وكل منهم يدري بغلاء الى الاخر. المهم بغيت اصلح عشان هذه عندك اي قلت علي اول عجزت وقعدت على ما انا عليه مع هذا ومع هذا. المهم طالت هالايام وظهرت مع واحد منهم. ايش ظهرت مع واحد منهم؟ تعرفت معه؟ لا استر حديثك. ظهرت مع واحد منهم وحن سولف. جاء طاري الرجال الثلاثي الثاني ما ادري وش قال سبب جاب كذا مره. هو رجال انت اللي تحاكى بعد لكن من ابليس. ايوه ابليس. ضقت حتى انا ضقت عليه. ضقت اني انه طيب انا خابره طيب اللي ما تظهر منه. وضقت اني قدامي انا وضقت ان ذاك بعد رفيقي وغاي. يا اخوي وغاي. عرفت الموقف اللي انت بين نارين. بس زين نزلت منه وارسلت له سيده نزلني ولا لا 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 كملنا. قلت له انت المهم قدري متعومس ايش علمك يا ولد وتعذر. والله العظيم وانا ترك خابر ان فلان بعد غالين علي لكن انا ماني بقصد خطا سواه هو. حولت على موتري وسألت له بيتي. قلت ان والله انها ظهرت الحاله. قلت ما يعومس خاطري ويزيد ضيقي غير شيء وارد في غير حله. والله لا تحاكى في رفيقي يا رفيقي ونويت الشذب ايش دبري وخل. الله الله لا تحاكى في رفيقي يا رفيقي ونويت الشذب. ما يعومس خاطري ويزيد ضيقي غير شيء وارد في غير حله. لا تحاكى في رفيقي يا رفيقي ونويت الشذب ايش دبري وخل. لا تحاكى في رفيقي يا رفيقي ونويت الشذب ايش دبري وخل. أنا أشهد لله وما بين يديه كبدعت. شوف تعريض النفس. بعض الناس يعرض نفسه للخطر علشان أشخاص ثاني. قول على المعري يعشق شيء اسمه المتنبي. تدري بقول لك شيء. تدري لأبوي يحبك. ليه؟ بس ترى طرف بالي يحبني عشان أقول. كبدة والله كبدة في كبدة. قول على المعري أرحب يا أخوي. الله يبقيك. منا ليوم الليلة. أنت كهو. الله يبقيك. حبيب قلبي السماء ترحب قاعد ترحب حبيب قلبي يا مرحبا والله يسمع قلبك. في قصة يا سلام اسمع كيف الواحد يتعرض للإهانة مقابل شخص ثاني. قول على المعريك تعرفه شاعر عمو ويحب شيء اسمه المتنبي يعشق المتنبي وبينها وبين المتنبي تقريبا 100 سنة. هم معرف النعمان من سوريا قديم وفد على بغداد وجاء عند الشريف المرتضى. شريف المرتضى رئيس النقابة العلوية في عصر الخلافة العباسية. إيه. المهم دخل عليه جلس في مجلسه. الشريف المرتضى نفسه ما يدني المتنبي ما يدنيه. قال ذاك الفاسق المارق لعنه الله يقوله الشريف الرضي والله لا أعلم لمن الناس رفعوه وهو وضيع جيسب فيه أنت بلد كبد سفل فيه. قام بالمعري العمى قام قال أصلحك الله أيها الأمير والله لو لم يكن له إلا لك يا منازل في القلوب منازل أقفرني أنت أقفرت أنت وأهن منه أو أهله سكت. قال الشريف المرتضى قوموا جروه على وجهه وطلعوه من المجلس. قاموا جروه الحرس ورجعوا قال إيش قوموا ما قال شيء. قال لا والله ما قصد إلا البيت الأخير في القصيدة نفسها. قال وش البيت الأخير؟ قال اللي يقول وإذا أتت كما ذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الله فهمتها؟ انه جاب مطلع القصيده وسكت بس داك. وذاك فطن انه يبي يقص اخر بيت يقصد اخر بيت في قصيده. فطن له الشريف رضي قال شوف جره على وجهه طلعوه على وجهه ونطلعوا وجهه. قال ما قال لك يا منازل في القلوب منازل ما فيها شيء بيت فيه شيء. طيب قال لا انه والله يقصد البيت الاخير فيها يوم يقول واذا اتت كلمه ذمه من ناقص فهي شهاده لي باني كامل. يعني انت ناقص يا الشريف الرضي نفسك بعضه برضو ما فهمتها صح؟ وينك يا سلام هذا الجاحظ قد سمعته بالجاحظ اي ناس سمعته عرفت اللي قاعد هو جس اديب اي اسمع اسمع معي الربع ما شاء الله عليكم انتوا يا اثنين سمعت قد سمعته بالجاحظ اي معروف اللي عيونه كبيره احسنت سمي بالجاحظ اللي يجحظ عينيه يحظ عينيه ومن كثر قبحه
كان أقبح الناس في عصره. قبيح يقولوا حتى بركة لا شافها اختلع اختلع. كمل يا أبو. كان قبيح قبيح قبح ما يعلم به إلا الله. كان أول عالم بعضهم يتطير منه من شكله يخوف لقده في الطريق قال خلاص ولا بيروح خلصنا لزوم ولا بيسافر ولا شاف وجهه تشاءم هون من قبحه وهو متصالح مع نفسه يحب وجهه. لا القرجع عين المغرب المهم ويحذفونه يلغفونه ويسبونه بدون سبب ما سوى شيء هو بس عشان قبيح يتشاؤمون به. وطبعا هو من ابلغ العرب كان وله كتب ودايم اغلب كتبه في البخلاء يسب البخلاء. ها كتاب البخلاء معروف يسب البخلاء. جاء مره دخل السوق سوق سوق كبير وتنطح هذيك البنت الحسناء. اسمع اسمع السلام. هو ما صدق العالم ينفرض من دربه هذه جايته جاته هي هي جاته قبيح هو قبيح يختلع يمكنها عمية وتشوف ظلاله يجفل منه يمكنها عمية. اسمع اسمع جاته لين مسكت ايده. اسمع اسمع جاته لين جودت ايده هو متفاجئ قال تمشي معي شدني بمشي يمسكت ايده مسكت ايده حاجة ما راه يعني كلام الراوي مو ما شفته انا يعني شيء اوكي. المهم تلته لين وقفت عند ذاك الحداد. يوم جت عند الحداد قالت مثل هذا راحت وقف وششرت عليه اشرت على الجاحظ خطا يا عيال قالت مثل حداد مثل قالت مثل هذا خالتك مسكها هذا خطا خطا مثل هذا لا مو دبره مو بوصل والله يطقك الجاس انت رجال عقلك راح ادلسنا سال حدا قال ايش السالفه وش اللي مثل هذا راحت قال له خلاص يبي راوغ قال والله انت تقول بتقول ولا بذبحك الجاحي مثل هذا وتروح لا لا هذا وش قال هذه من ثريه ما راه ثريه هو جاتني مع هذا قالت ابيك تسوي لي خاتم وفي صوره الشيطان قال والله ما بعد شفت الشيطان وجابته قالت من هذا شوف من زين قبحه اعوذ وي لي لي وجابته تبي تسوي المهم الله يرفع الجاحد ذا راح لليمن الجاحد ذا راح لليمن استيله تسمع علي راح لليمن الجاحد ولا بطف اليمن اضربوه وفلقوه العضو فيه عشان وجهه اي قبيح يا ولد وذرك هو ما معها مقلوب عشان وجهه. المهم عود يقهر عود عود لذياره عود ينطح واحد من الخيار قال ها كيف اليمن معك قال منذ ان جئت اليمن لم ارى وجه الحسن قبح الله بلد الاجمل ما فيها انا يا اخوي عزتي له هو مستعجل لا كتبت يا الجاحظ ذا كتب على البخلاء مستعجل حسب واحد عين فيه هو منصدم حتى هو راح منصدم دق وجهه لين قال بس تعال تعال اعلمك بالعثمانيين انت قال لي منزلك بالعثمانيين ومنزلك في تاريخ بني عثمان وهم اسوأ من موجود على الكره الارضيه نعم نعم شوف هم اصلهم من اوزبكستان شفت اصلهم من اوزبكستان ومع هجوم المغول واخصار الخلافه العباسيه سنه 656 انهوا الخلافه العباسيه وقتلوا اخر خليفه عباسي اسمه المستعين بالله فروا في كل مكان قام ارطغرل هذا ابن سليمان شاه وبيه قد بيه شاي وراح قومه وربعه وهو يسير في الطريق كان سلاجقة الروم سلاجقة عادي للروم في جهاد عن الروم ترى أنا لو شفت مسلسل أرطغرل ولا مسلسل عثمان خلقة من الله ما دني وبسترس تاريخهم سنتين كاملة وهو واصل أرض اسمها سكوت على الحدود في حدود الأناضول الله يعين علاء الدين كقباد اللي هو كبير ملك السلاجقة في ذاك الوقت يقاتل الصليبيين أهل بيزنطة أهل القسطنطينية سلاجقة وشو
سلاجقة قوم ترك من الترك أتراك بس إنهم مسلمين مسلمين ليت حمود أخوي معنا هنا يحب السؤال في التاريخ المهم يقدر أشوف هذا سكود حمود في أرض سكود في أرض سكود دي قبلها في معركة دارت بين السلاجقة وبين أهل بيزنطة وكان الغلبة فيها البيزنطيين قادهم بيقضون عليهم اللور طغرل والجنودة مشرفين على أرض المعركة والمعركة تدور تحته شاف الصليب مقابل الهلال قال دعا اللي معه من قاتلين قال حولنا عليه ويحولون عليهم مثل الصقور وينتفونهم نتف ينتفون الصليبيين يهزمونهم بالمعركة هزموهم بالمعركة أسلم هزموهم في المعركة وبعد ما هزموهم في المعركة قام على يديك قال يا ولد بنت الله يرحم أمك بيض الله ميد أرطغرل قال أنا أرطغرل والله ما أجر المغول مضايقين في الأرض تيك وطلعت أنا وربعي ندور إنه مراعي ندور إنه مكان زين قال مكانك عندي عندك أرض سكود لك أنت وربعك وبني عمك وجماعتك كلين جايين أرض سكود وهو ذكي على يديك قبل يبغى يحط أرطغرل عشان قوي اللي معه في وجه الصليبيين بين الصليبيين وبينه حطهم بينه وبين الصليبيين صارت عكسية يعني بعد ما موت على الدين كقباد المهم جاء أرطغرل هذا وجلس ويبيه ما تبيه سليمان شاه تولى هو قيادة القبيلة وكانوا في خيامهم ذي الخيام المغولية الدائرية المهم جلسوا هناك فترة إلين جاء عثمان عثمان كان رجل يعني فيه شدة دقيقة رجال يسأل فكروا في دامة عسوان النار ليش ما لها ظل شو اسمه في خيمة والقبيلة هذه فيها اللي هو أرض عثمان كان عثمان قال ليه ما توسع السلاجقة الآن ضعفوا اللي هم كانوا ملوك ضعف خلاص أصبح الملك ملك السلاجقة ضعيف ما يقاوم قال عثمان بما أني أنا تقوي ذا الحين صار عندي نفوذ ليه ما أبني لي دولة أو أبني لي تأسيس دولة أو شبه دولة إيه نعم قام عثمان بثلاث أعمال مهمة في تاريخ بني عثمان أول شيء أخذ نعم فتح حصن قرجة حصان حلو وفتح حصن بورصة مدينة بورصة في تركيا الآن ونقل العاصمة حقته يني شهير إيه صح منها بدأت الشجرة يكي شهر يكي شهر اسمها بالكتاب يكي شهر منها بدأت الشجرة الآن بدأ عثمان كون دولة صار عنده ثلاث حصون للحينة وفوقها العاصمة نقلها إلى مكان حضري ونقل ربع اللي كانوا على بدو طبعا لذلك يقول لك كل دولة وكل شعب فيه شبه من اللي هو يأكل فالعرب تجدهم يأكلون الإبل ففيهم شبه من الإبل بيش بالصبر والجلد وتحمل العطش والأتراك فيهم شيء من القوة والشدة لأنهم يأكلون الخيول لأن العيش المفضل للأتراك الخيول قبل كل والله ما يأكلون إلا الخيول قديم قديم ما أدري يشربون حليب يأكلون الخيول يأكلون لحم الخيول المغول يأكلون الجنود شفت ذاك المغول وش ياكلون؟ قلوب الذبايح والشوايات المهم ها؟ مستبدل من هو؟ عثمان هذه الاعمال انا تردينا مستبدل عملة بدلها لان هذه خلاص اصبحت الدوله بعد عثمان بعد عثمان ما توفى كان عليها ولدين علاء الدين وأرخان ولا أورخان لأنه كان على أم ثانية من بالا على مال هاتون اسمها مال هاتون المهم ولا شو اسمه هذا ولده أورخان أورخان بدأ في التوسع وضم ثلاث حصون البيزنطة زين مات أورخان وجاء بداله مراد ولده وضم أيضا أجزاء بسيطة بس كانوا يتوجهون إلى الغرب بلاد العربية ما جاوا طبعا الخلافة العباسية قائمة في ذلك الوقت في مصر بس لأنها بعد ما سقطت في مصر بعد ما سقطت في بغداد أقاموها المصريين عندهم في مصر بس أصبحت غير معترف بها يعني لذلك بدأوا بني عثمان يتوسعون إلين جاء محمد الفاتح محمد الفاتح ذا من يوم هو يمكن أصح وأفضل بني عثمان هو الوحيد اللي تقدر تقول إنه يعني صحيح لأنه هو فترته صحيحة وسليمة في نفس الوقت
فقامت أمه تربته على حفظ القرآن الكريم وعلى حفظ كتب ابن تيمية شيخ الإسلام. لذلك جعل المنصب في الدولة العثمانية حق الإفتاء في الدولة العثمانية باسم شيخ الإسلام، لازم يكون من المفتي العثمان شيخ الإسلام. واستحدث منصب الصدر الأعظم، مثل ما تقول رئيس الوزراء الحالي اللي بمسمان عندنا الحالي، كان قديما في الدولة العثمانية اسمه الصدر الأعظم، يعني هو النائب بدل الخليفة في حال الخليفة راع، في حال السلطان راح ولا لا. طبعا استمروا على كذا إلين جاء واحد اسمه سليم ابن مراد الثاني ابن محمد الثاني ابن مراد الأول ابن محمد الأول، شفت؟ هذا وجه بوصلته تجاه العرب، شفت؟ وضم بلاد العرب والحجاز وأنهى حكم المماليك في مصر، وأسقط آخر خليفة عباسي، أجبره على التنازل سنة 923 هجري، مسك آخر خليفة عباسي وراح به معه إليه. طبعا العجم ما يأخذون الخلافة، يعني أهل السنة والجماعة ما نطلق على الدولة العثمانية خلافة ما تقع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبقى الأمر هذا في قريش ما دام في الأرض اثنان، يعني ما دام في الأرض اثنين يبقى الأمر هذا الخلافة في قريش ما تعده. في هذه الأثناء سلاطين بني عثمان انحرفوا عن المذهب أهل السنة والجماعة وراحوا إيش للصوفية، صار فيهم تصوف وقبوريين، ويعني انحرفوا عن المذهب القوي. جاء أجبر آخر خليفة عباسي المستعين بالله الثالث، قال وقع ذا الحين تنازلك عني بالخلافة أنك عطتني إياها، قال ما تجي لا لازم الخلافة في عرب أنتوا عجل، وأجبر وقع تنازله على الخلافة وأعلن سليم الأول نفسه خليفة المسلمين في سنة 923 بعد أن استحوذ على البلاد العربية كل بيها كلها إلا اليمن والجزيرة العربية ما دخلت في حكمه، لأن الصليحيين في اليمن كانوا حاكمين اليمن وأرض اليمن واعرة ما يقدر حد يرجع، والجزيرة العربية بعيدة وبدوان ولا حولهم يعني أشياء ورجاجين حاضرين أطلقوا عليها لقب هم الصحراء التي تقتل الأعداء، لأن من دخل أمان الصحراء التي تقتل الأعداء. الله المهم طويل العمر جزيرة. استمر العثمانيين في الحكم من 923 إلى 1300. أنا بعطيكم مختصر عشان ما عاد أقول. أسلم. لا انتهينا يا وجه. أسلم عشان هو قلت. إلى من 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 ذا عندك التاريخ إلى سنة 1344 قبل 100 سنة تنازل آخر خليفة عثماني من مصطفى كمان. المذاهب. في تحول صار تحول تدريجي من يوم توفى الرسول عليه الصلاة والسلام صار تدريجي لا 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 عبر الخلافة العثمانية مو بالصوفية أقصد أقول المذاهب يوم تفرع هذا عندك زمان